كان عام 2019 عاماً مميزاً بالنسبة لقطاع التكنولوجيا والصناعة والتعدين، حيث واصلنا تحقيق أهداف استراتيجيتنا الخاصة ببيع الأصول التي بلغت مرحلة النضج وإعادة استثمار العائد في قطاعات أخرى في مختلف أنحاء العالم. أنهينا بنجاح شراكتنا مع AMD والتي استمرت 12 عام، حيث ارتفعت خلالها القيمة السوقية للشركة من 2.9 مليار دولار في 2013 إلى 53 مليار دولار في 2019. ومن أهم الإنجازات في هذا العام أن شركة Global Foundries واصلت مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع أشباه الموصلات. ظل تنويع نشاطنا بالدخول إلى قطاعات جديدة من أهم الأهداف الاستراتيجية التي عملنا على تطبيقها خلال العامين الماضيين، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا المجال في 2019. فقد حققنا خطوة هامة في خطتنا الرامية للتوسع في مجال الاستزراع السمكي العالمي الذي تبلغ قيمته 5 تريليون دولار، وتمثل ذلك في موافقة المفوضية الأوروبية على استثمارنا في مجموعة أندروميدا بالشراكة مع أميرا كابيتال مانجمنت بهدف الاستحواذ على شركتي نيرايوس وسيلوندا. ومن أهم منجزاتنا في مجال المعادن خلال العام 2019 أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أصبحت منتجاً متكاملاً على امتداد سلسلة الإمداد في قطاع الألمنيوم، حيث شهد العام وصول أول شحنة تصدير من خام البوكسايت من شركة غينيا ألومينا وبدء العمل في مصفات الطويلة للألومينا. إجمالاً حقق القطاع نجاحات كبيرة خلال 2019، كان من أبرزها بيع عدد من الحصص التي بلغت مرحلة النضج في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تعزيز مواقعنا في قطاعات استراتيجية، كما حققت العديد من الشركات التابعة لنا تقدماً ملحوظاً في تطبيق استراتيجية أعمالها وبالتالي تحقيق عائدات مالية إيجابية.